حسن اد شمس الاوسي العوسي. تمام، اوكي حالا. تمام، حضرتك وصلت دلوقتي تقدر تبدأ. اوكي، طيب ازيكم، اخباركم ايه؟ يعني الواحد بيبقى مبسوط كده ان هو بيشوفكم كل فترة. فللناس اللي ما تعرفنيش كده هعرف نفسي بسرعة، انا اسمي حسن فكري، انا خريج هندسة عمارة دفعة 2003، انا Architect Interior Designer، و النهاردة هكلمكم على interior case study. يمكن أنا المحاضرات اللي أنا اتكلمت فيها الفترة اللي فاتت كانت أكترها شوية نظري، كنت بكلمكم على الـ approach to design وعلى فكرة إنه إزاي تعرف تطلع brief من الكلاينت وإزاي أنت تواجه الصعوبات اللي ممكن تقابلك وأنت بتعمل أي interior design. فكنت حتى مسمي المحاضرة اللي فاتت على طول اللي هي الفاكتورز ذات امباكت انتيريور ديزاين، العوامل اللي بتأثر على التصميم الداخلي. واتكلمنا بقى على حاجات كتيرة قوي، يعني اتكلمنا على السايكولوجي بتاعت الكلاينت، واتكلمنا عن الكالرز، واتكلمنا عن الاستاتيكس، واتكلمنا على البادجيتنج، واتكلمنا ازاي نعمل هاندينج اوفر للبروجكت. المرة دي بقى انا قلت اعمل لكم حاجة لذيذة جدا، اديكم كده زي كبسولة لذيذة قوي، مشروع هطبق فيه كل الكلام اللي انا قلته في المحاضره اللي قبل كده. فاللي ما سمعش المحاضره اللي قبل كده ممكن بعد ما نخلص اللايف ده يسمعها ويسمع دي وراها على طول، هتلاقوا ان الاثنين مربوطين ببعض جدا. انا خدت ريزيدنشال بروجكت من الحاجات اللي سلمناها السنه دي في الشركه. انا صاحب بالمناسبه شركه اسمها دابس ايجيبت. دابس ايجيبت هي شركه شغاله في مجال الديزاين اند بيلد في الاندستري بتاعتنا من سنه 2008. فاخترت لكم مشروع تسلم السنه دي، والبروجكت ده هو ريزيدنشال تاون هاوس موجود في احدى الكومباوندز اللي موجوده في التجمع الخامس اسمه فيلات. واكتشلي هو بروجكت بتاع لعيب كوره بيلعب في النادي الاهلي، بس انا مش هعمل دعايه بقى وهقول اسمه كده، بس هي الفكره كلها ان ده هيبقى ليه علاقه بالبريفنج ليتر اون وانا بتكلم. فخلينا نبتدي مع بعض على طول عشان انا عندي المحاضره دي هتبقى دسمه جدا وفي كلام كتير عايز اتكلم معاكم فيه. يعني خليني كده ابتدي معاكم باول سلايد اللي هي الاندكس. احنا هنتكلم على ايه النهارده؟ سريعا احنا هنتكلم على الاكزيستنج سبيسز، يعني الاسبلت. لما بنروح نستلم الفيلا مع الكلاينت من اداره الكومباوند بنلاقي وضع اللي بيطلق عليه النص تشطيب، اللي هو الوضع اللي بيسلموا بيه الكلاينتس عامه في الوحدات السكنيه سواء في كومباوند او لو حد حتى بيشتري بيت من البيوت المتواجده في الاحياء. هنتكلم على الكلاينت بريفنج، ازاي نعرف ناخد من الكلاينت هو عايز ايه، بيفكر ازاي. هنتكلم على البروبوزل بتاع ال 2D drawing، عملنا ازاي ال 2D drawings وسلمناها ازاي، ازاي بعد كده اتنقلنا عشان نروح لل 3D ان احنا نختار الكالر مود بورد ونبتدي نفهم الستايل اللي انا هعمل بيه ديزاين. اشهر غلطه بتحصل في الحته دي ان انت ما تبقاش عارف الستايل بتاعك كويس، وبالتالي اول ما تيجي تطلع 3D يقول لك الكلاينت ايه ده، مش هو ده اللي انا كنت عايزه. فازاي انت من الاول تعرف الدايركشن بتاعك قبل ما تطلع 3Ds. بعد كده هنتفرج على 3Ds مع بعض، وهتكلم على الكونستراكشن بروسيس، مش هعمل لها سكشن لوحده، انا حاططها هنا نمبر 7، بس انا هدخلها في كل حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم فيها. لان انا لو اتكلمت عن الكونستراكشن بروسيس مع الديزاين بروسيس انا محتاج كمان تو توبكس او تو توكس غير التوك بتاعت النهارده، الموضوع هيبقى طويل قوي، وانا عايز الخصه بطريقه تخليكم تستقبلوه بسرعه جدا. اخر حاجه بقى دي الذ حاجه انا عاملها، عملت لكم فيديو كده دقيقتين ونص هعرضه في الاخر خالص في الريل فيديوز بتاعه البيت بعد ما البيت اتسلم، شكل بقى الحاجات اللي انا قعدت اتكلم عليها ووصلنا لها بقت عامل كده ليه. فده ان شاء الله يعجبكم ويبقى كده ربط لكم الموضوع ببعض. يلا بقى نخش على طول. احنا هنا بنتكلم على تاون هاوس، والتاون هاوس ده عباره عن جراوند وفيرست روف. الكيس بتاعت التاون هاوس دي ان هو كان كورنر. يعني ايه كان كورنر يا جماعه؟ يعني التاون هاوس ده بيبقى عباره عن مجموعه من
الوحدات اللي مثلا بيبقى ثلاث اربع وحدات كونكتد ببعض، ده الوحده اللي بتبقى في الطرف، فبيبقى دايما عندها فيو احسن، وبيبقى كمان فيها سبيس من الارض كبير يساعدك في اللاندسكيب. عكس الميدل، بيبقى الميدل في وحده قدام وواحده ورا بس، يعني في جنينه قدام وجنينه ورا، فبيبقى الموضوع صعب شويه. فاحنا عندنا باختصار شديد ده الاس بيلت انترنس، انترنس لوبي، وجزء سايبهولك مفتوح اسمه الريسبشن، قسمه زي ما انت عايز. الستير كيس، الكيتشن، اوضه مالتي بيربس استخدمها زي ما انت عايز، هما كاتبين عليها هنا ستادي بس هي مالتي بيربس، وده الحمام بتاع الجست. الدور اللي فوق بنتكلم على لوبي توزيع، برضو صاله توزيع، بنتكلم على ليفينج اريا، بنتكلم على ماستر بيدروم، دريسنج وباثروم. طبعا الدريسنج والباثروم هنا لما تيجوا تشوفوا المسطحات دي، يعني لما تلاقي ده مثلا الطول بتاعه 2 متر وشويه في عرض مثلا متر وشويه، تلاقيهم صغيرين شويه، يعني مش الدريسنج اللي الناس بتحلم بيه، او الكلمه اللي بتتقال انا عندي دريسنج روم. احنا للاسف في مصر لما بنحب نعمل نبيع سلعه او نبيع بروجكت بنستخدم مصطلحات انا ما بننفذهاش، يعني بنقول احنا بنبيع دريسنج روم، انما لما تيجي تشوف دي هي مش دريسنج روم لان هي صغيره جدا. عندنا برضو تو بيدرومز بتوع اطفال وحمام بيسيرف على الاثنين. الدور اللي فوق خالص اللي هو الروف ده اوت دور اريا، جزء اوبن تو سكاي، وده الجزء بتاع الليفنج روم اللي هو صاله المعيشه الثانيه. الفرق ما بين الليفنج روم اللي تحت وهنا ان الليفنج روم دي بيبقى فيها اكتيفيتيز ممكن مختلفه شويه، ممكن يبقى فيها فيتنج اوت اريا، مش فيتنج اوت، ليست وركينج اوت اريا، يعني ممكن حد يلعب رياضه، ممكن يبقى فيه مثلا جيمز روم، ستادي روم، حسب بقى كل واحد من الكلاينتس بيحب يتارجت نفسه ازاي. بعد كده ناني روم اللي هي الميد، وهنا عامل باث روم يخدم على الجزء بتاع اللابتوب. طيب احنا عملنا ايه؟ احنا اول حاجه عملناها ان احنا خدنا بريفنج من الكلاينت. يعني ايه خدنا بريفنج من الكلاينت؟ يعني سالنا الكلاينت انت محتاج ايه في البيت بتاعك؟ بمعنى انا دلوقتي كلاينت عنده بيبي، اكيد مش زي كلاينت عنده تو بيبيز او تو او ثري بيبيز، او يعني عنده ثري تشيلدرن. فانت كل كلاينت مختلف عن التاني حسب احتياجاته في الحياه، وحسب عدد افراد الاسره، وحسب هو كمان عايز يعيش ازاي. يعني واحد مثلا ما عندوش اطفال وكبير في السن، هو بالنسبه له عايز يحس ان البيت منطقه عامله زي الفندق، مريحه جدا ولكجي. واحد لسه صغير لا، عايز يبقى فيه اكتيفيتيز وانشطه كتيره في البيت. فالشطاره بتاعتنا ان احنا نعرف ندخل جوه الكلاينت. انا دايما بسمي الحته دي بقول الكلاينت سايكولوجي، ازاي ادخل جوه السايكولوجي او الحاله النفسيه للكلاينت وافهم هو عايز ايه. ففي الكيس دي احنا سالنا الكابتن او الاونر بتاع البيت، هو عنده طفلين ولاد وطفله واحده يعني بنت، ف انت محتاج ثلاث اوض نوم؟ لا انا محتاج بس اوضتين نوم، طفلين هيقعدوا في أوضة والبنت هتقعد لوحدها. الحاجة التانية قعدنا نسألهم على فكرة الليفينج، أنت مثلا محتاج إيه في الليفينج؟ هل محتاج إنه يبقى عندك مثلا كيتشنات صغيرة ولا لأ؟ سألناه على الجزء بتاع الريسبشن والدايننج، هل أنت محتاج إنه يبقى عندك مثلا تو كوينز يعني قعدتين والدايننج، ولا محتاج فقط ان انت يبقى عندك قعده واحده؟ انا بقول لكم افكار ممكن تبقوا انتوا بتفكروا فيها وانتوا بتكلموا كلاينت. طب انت الاوضه اللي تحت عايزها ايه؟ عايزها ستادي روم زي ما هم عاملين لك بروبوزل، ولا عايزها تبقى مثلا اوفيس، ولا عايزها تبقى ليفنج بنسميها الديلي ليفنج؟ لان لو حطينا ليفنج روم في الدور اللي تحت ممكن كلاينتس يقول لك لا دي بهدله قوي، فهل يبقى عايز يبقى عندك سكندري ليفنج؟ طب انت الدور اللي فوق عايز يبقى فيه ماستر عامله ازاي؟ وهكذا. عشان ما اطولش عليكم في حته الاسئله الكتيره اللي هي تحت مسمى كلمه بريفنج، احنا في الاخر توصلنا ان بقى عندنا بلانز هي دي اللي احنا بيزد عليها نفذنا المتطلبات بتاعه الكلاينت.
انا بحاول برضو هنا وانا معاكم ان انا افتح البلانز برضو من عندي هنا عشان تبقى قدامي عندك على السكرين وتبقى في نفس الوقت موجودة مع بعض. طيب احنا بعد ما عرفنا متطلبات الكلاينت قسمنا كالاتي: انترنس لوبي، كل الكلام ده احنا ما فيش 3 دي، احنا بنتكلم هنا على ال 2 دي، وبالمناسبه ال 2 دي هي مفتاح ال 3 دي، وده هشرحه لكم لما نوصل لل 3 دي. يعني الناس اللي بتدخل تفتكر ان الديزاين ممكن ابتدي اشتغل ترايلز اند ايرورز على ال 3 دي، انا شايف ان ده نظام غلط ومش هيودي لحاجه وهيعمل مشكله بعد كده لما نتكلم على الوركينج درونز او على الفكره بتاعه الكونستراكشن دوكيومنتس. فاحنا في ال 2 دي اهو احنا لسه ما فيش اي كلادنجز ولا اي حاجه، احنا بنتكلم على افكار زونينج. انترنس لوبي الحته دي موست بروبلي هتبقى الكونسول والميرور بتاعتك، الستير كيس زي ما هو، هنعمل بس زي بلانتر عشان ااكد على فكره الستير كيس. يعني بطريقه اخرى انا عندي اي بيت في الدنيا في حاجه اسمها فوكال بوينتس، مش تبقى واحده، ممكن يبقوا كذا مكان، بس اهمهم المين فوكال بوينت اللي هو اول ما عيني هتدخل من البيت هشوف ايه. ففي الاورينتيشن بتاع البيت ده النقطه اللي عيني هتجيبها اول ما ادخل هو الستير كيس، فدي اوتوماتيك من غير ما تفكر كتير في الديزاين هي بقت المين فوكال بوينت بالنسبه لك. يعني ايه مين فوكال بوينت؟ يعني النقطه المهمه اللي هتديني انطباع مبدئي عن البيت اللي هي الفيرست امبريشن. عارفين انتوا الايديوم بتاع فيرست امبريشن لاست، هي كده الانطباع الاول هو اللي هيدوم او اللي هيخليك تاخد فكره مبدئيه البيت ده شكله عامل ازاي. فكانت دي بالنسبه لي حته مهمه جدا ان انا اعمل لها زي تاكيد او اهتم بيها شويه. بعد كده اخترنا ان هنا تبقى فيه الفورمال ليفنج. يعني ايه كلمه فورمال ليفنج؟ مش هنترجمها ترجمه حرفيه، هنديكم او هديكم الاكسبيرينس بتاعتها معناها ايه. يعني ايه فورمال ليفنج؟ يعني انا بيبقى عندي ليفنج روم فيها تي في وفيها مساحات اقدر استخدمها في الحياه اليوميه، ولكن بيبقى استخدامها مش بطريقه فيها هيفي ديوتي، او مش بتبقى طريقه فيها استخدام كبير. ليه؟ عشان هي بتبقى جزء من الريسبشن، ودايما احنا يعني الستات بتوع البيوت بيحبوا دايما يحافظوا على شكل الريسبشن ويبقى شكله كويس. طبعا انا ضد المبدا ده، انا شايف ان البيت لازم اعيش في كل مسطحاته، اتس ان اكسبيرينس. بس احنا هنا عشان احنا عاملين له ليفنج ثانيه اللي هي الجزء ده، وهشرح لكم الجزء ده لما اروح له، فسمينا دي فورمال ليفنج ان هي هتبقى ليفنج بس موجهه اكتر للضيوف. ان انا لما يبقى عندي ضيف هو مثلا بيقول لي انا عندي ساعات اصحابي بيقول لي يبقى في ماتش عايزين نتفرج عليه مع بعض، ساعات بنبقى عايزين نقعد نتكلم على حاجات ليها علاقه بالماتشات اللي جايه او الكوره او فعملنا دي جزء ليه علاقه بالضيوف. الجزء ده فورمال صالون، يعني الصالون الرئيسي بتاع البيت، وهنا مش مقصود بالصالون هو الكنبه القديمه اللي كنا بنستخدمها في البيوت بتاع زمان، مقصود بيها ان ده الجزء الفورمال قوي اللي هيبقى فيه احساس كده بانه ده الجزء اللي ممكن يعني يتم استقبال فيه الضيوف الرسمي. اللي هو لو عندي ضيف مش هتفرج معاه على التي في، عايز استقبل ضيف رسمي زياره عائليه رسميه، ممكن يبقى ده الجزء بتاع الفورمال صالون. بعد كده الجزء بتاع الدايننج اريا، والجزء بتاع الدايننج اريا عشان ما يبقاش داخل على الانترنس عشان دي مش حاجه حلوه، فعملنا هنا زي سيباريتورز بحيث ان هي تبقى مديه برضو فصل ما بين التو زونز دول، الزون بتاع الانترنس لوبي والزون بتاع الدايننج. بعدين بندخل على سكندري لوبي كده صغنطه بيوديني على الجست بيدروم، سوري الجست تويلت، وبعد كده الجزء بتاع الاوفيس اللي احنا مسمينه اوفيس او ستادي روم او كمان ليفنج، يعني هو هيستخدمه ان هو حاطط فيه كاوتش بتتقلب سرير، وفي قدامه هنا تي في، وكمان حاطط مكتب صغير بحيث ان هو لو عايز يستخدمه كمان كاوفيس ينفع يستخدمه. فبقت دي مالتي بيربس روم كما قال الكتاب، وده الجزء بتاع الكيتشن. وبرده من الحاجات المهمه جدا لما بنيجي نابروتش ديزاين الكيتشن، الكيتشن بيتقسم لمرحلتين، مرحله 2 دي و3 دي. اهم مرحله في الكيتشن من وجهه نظري هي 2 دي مش 3 دي، لان 3 دي سهل قوي اي سبلاير او اي شركه بتاعت كيتشنز او اي حتى ايفن ديزاينر هيعمل ديزاين كيتشن يعمل اشكال لليونتس والكابينتس ويعمل لور وهاير كابينت ومنهم رخامه عامله ازاي، سهل قوي كل ده. بس صعب قوي تعرف هترص الابلاينسز بتاعتك ازاي، هتحط فين الهود، هتحط فين الثلاجه، هتحط فين
السينك بتاعك. فانا شايف ال2 دي هنا اهم نقطه، عشان كده انا حتى دايما بقول الكلاس بتوعي انا باجل ال3 دي بتاع الكيتشن للاخر خالص، واحنا بنعمل الاكسكيوشن قبل ما بندخل نعمل بقى الكهرباء والسلكه والتاسيس بروح مطلع 3 دي، وبطلعه حتى بالبروجرام بتاع الكيتشنز، بروجرام مخصوص للكيتشنز بيتعامل مع الكيتشن على ان هو كيوبيكلز، نقعد بقى نلعب بيهم بالحاجات دي، خاصه لو كان كمان الكيتشن واخد التكتشر او الملمس المودرن اكتر او الدايركشن المودرن. ده كده الدور الارضي. الدور الاولاني طبعا الدور الارضي ده الفرش بتاعه، الدايننج اهي، القعده اهي، القعده الثانيه اهي، والجزء اللي كنت بقول لكم عليه بتاع الكاوتش والاوفيس والتي في والكيتشن. بالمناسبه من الاورينتيشنز بتاعت القعده دي اللي هي بيبقى تو سوفاز قصاد بعض وتو بونكاتس او تو بوف، من الحاجات اللي دايما بتسأل عليها ان القعده انا كده ببقى قاعد والتلفزيون جنبي، فدي ما بتبقاش مريحه قوي. عشان كده انا قلت لكم دي اسمها فورمال ليفنج، دي اتس نوت ا ديلي ليفنج، عشان كده مسموح ان انا اخلي اورينتيشن القعده كده بالجنب شويه، عشان هي مش قاعده اساسيه للبيت، هي قاعده بتدي اكسبيرينس الليفنج، بس هي مش تعتبر استخدام كامل للليفنج. بعد كده القعده بتاعت الصالون عباره عن سوفا تو سيترز مع برجير او مع كرسي مع تو بوف، وهنا الجزء بتاع الدايننج. الدور اللي فوق بقى ده اللي كان فيه لعبه لذيذه جدا. الدور اللي فوق انا سالته قلت له يا كابتن انت دلوقتي عايز ايه في الماستر بيدروم؟ قال لي انا عايز احس ان هي احساس السويت بتاع الاوتيل، عايز احس احساس الاوضه اللي هي الفندقيه اللي كمان ممكن تبقى مساحتها كبيره، مش عايز احس ان هي كبيره، عايز من الاخر النيجاتيف اريا تبقى كبيره جدا في المكان. ايه النيجاتيف اريا والبوزيتيف اريا بالمناسبه؟ النيجاتيف اريا هي الارياز غير مستغله او اللي هي بتاعت مسارات الحركه، اما الاريا الثانيه هي الاريا بتاعت الفرنتشر اللي هي بنسميها البوزيتيف او الفرنتشر اريا. فالمساحات النيجاتيف هي دي المساحات الفاضيه، هتلاقوها في الـ في الـ في الـ في الديزاين بتاع الروم دي مساحات كبيره جدا. قسمنا الاوضه سرير، فلوتنج وول، ال شيب دريسنج، دريسنج بجد. وكان هنا في برضه نقطه لذيذه جدا، دي الماستر بيدروم. معلش يا جماعه، قارنوا الماستر بيدروم، الماستر باثروم، قارنوا الماستر باثروم كانت عامله ازاي في الاول؟ كانت حته صغيره هنا، دلوقتي بقت كبيره. وخلقنا كمان كيتشنات عند الجزء بتاع اللوبي. فالفكره كلها انه ان احنا قدرنا هنا نعمل له سويت كامل. يعني بصوا المساحه بتاعت الاوضه واخده ال شيب كامله جوه الفراغ بتاعنا. حاجه ثانيه، هو كان طلب ان هو لما هو طبعا تعرف لعيبه الكوره بيبقى دايما عندهم تمارين في الفجر، ينزلوا مثلا من بيتهم الساعه 4 و5 الفجر، فعايز لما يصحى ما يصحيش زوجته، عايز يبقى دايما الحركه بتاعت الباثروم والدريسنج بعيد عن بعيد عن المكان بتاع النوم. وبالتالي لو بصينا هنا هتلاقوا ان الاوضه فعلا والدريسنج في النقطه بعيده جدا عن البيدروم بتاعت المنطقه بتاعت النوم. الاوضتين التانيين زي ما اتفقنا، ولدين في اوضه وبنت في اوضه، وده الحمام اللي بيعمل سيرف عليهم. وهنا خلقنا له كيتشنات، سوري خلقنا له، انا قلت كيتشنات بس احنا هنا عملناها لاندري وخلينا دي كيتشنات. ده جزء الكيتشنات اللي هو فيه زي ميني كيتشن بيخدم على الدور اللي فوق، وده مهم جدا. انا دلوقتي مثلا عايز اشرب حاجه ساقعه او عايز اعمل كوفي سريع، مش لازم انزل الكيتشن ومش لازم احط الحاجه جوه الاوضه زي الفندق، برضو بيبقى احساسها ممكن ويت اريا شويه. فعملنا هنا كيتشنات يسيرف على الدور ده، وهنا لاندري. واللاندري فكرتها في الدور ده ان هي تبقى في منطقه هم ما عندهمش ميد مقيمه، هي سيرف يور سيلف زي ما بيقولوا او هيلب يور سيلف، هي ست البيت هتقوم بكل حاجه، فعايزه ان المنطقه بتاعت الغسيل تبقى جنبها. فخدنا السلوت دي سلوت كامله من تحت لفوق، يبقى فيها التو ان وان الواشنج ماشين بالدراير، وكمان يبقى فوق فيه زي شيلفز عشان التخزين، ولو كمان فيه الباسكت بتاع الديرتي كلوز يبقى موجود في الحته دي اللي هي الديرتي كلوز اللي هي الغسيل اللي مش نظيف اللي المفروض هيبقى محطوط
في منطقة ما، فإحنا كمان حققنا هيتحط فين. الجزء الأخير ده الجزء بتاع الليفينج أريا. الجزء بتاع الليفينج أريا مفروض إنه اقترحنا عليه إن هو يبقى جيم أو جيمينج روم، لأن هو كل فترة كده بيبقى هو وأصحابه قاعدين بيلعبوا فيديو جيمز، بيلعبوا يعني بلاي ستيشن، بيبقوا عايزين يبقوا بعاد عن أهل البيت، عايزين يبقوا لوحدهم. هو قال لي لما الأولاد تكبر، لو عايز، لو في أعياد ميلاد عايز تتعمل في الدور ده مش تحت. في نفس الوقت هو كمان حابب ان الدور اللي فوق لو عايز يعمل فيه اي نوع من انواع التمارين يبقى فاضي، زي ما قلت لكم هو لعيب كوره فدايما عنده وقت، يبقى عايز يعمل فيه اي نوع من انواع الوركينج اوت، مش عايز ان هو يروح الجيم مخصوص او كده، عايز يعمل حاجات صغيره في البيت. فنفس الكلام هنا، هتلاقوا النيجاتيف اريا كبيره جدا. بعد كده ده كيتشن بيخدم على الدور ده، ودي الناني روم والحمام بتاعها. طبعا زي ما قلت لكم هم ما عندهمش ميد مقيمه، ولكن هم عندهم فكره انه في حد بيجي ينظف، فبيبقى محتاج لو هتغير هدومها، لو هتاخد شاور، فعملنا القصه دي. وده طبعا الجزء بتاع الاوت دور، قسمناه تقسيمه بسيطه جدا، كاونتر بيسيرف على المنطقه كلها، قاعده هنا فوقيها بيرجولا، وهنا بوفات اللي هي بنسميها الاريبيان سيتنج اريا، قاعده عربي، وتو تيبلز بيسيرفوا على القاعده هنا، القاعده اللي هنا عملناها بيلت ان. باختصار شديد احنا كده في المرحله دي، اول تسليمه سلمناها للكلاينت، خدنا منه بريفنج، قسمنا معاه شكل البيت عامل ازاي. انا ببقى عايز ايه من الكلاينت في التسليمه دي؟ يقول لي ابروفد، جو اهيد للمرحله اللي بعد كده. يعني انا كل التارجت بتاعي في المرحله دي انه اخد من الكلاينت ابروفال ان انا ادخل اعمل 3 دي. عشان انت لو دخلت عملت 3 دلوقتي، 3 دي دلوقتي من غير ما تاخد ابروفال على الكلام ده، هتلاقي ان بيحصل موديفيكيشنز 80% من شغلك، او ممكن تبقى محظوظ وما يحصلش موديفيكيشنز كتيره، بس ده هيبقى حظ. انما اللي انا بعلمه لك ده، ده نظام ممكن تمشي عليه لما تفتح مكتبك، او لو حتى هتشتغل في مكتب اول ما تتخرج ان شاء الله. النظام ده بيقول ان دلوقتي بعد المرحله دي الموديفيكيشنز اللي ممكن تحصل في اللقطات بتاعتك هتبقى موديفيكيشنز ليها علاقه بالكلادينجز، او ليها علاقه بالمعالجات اللي انت هتعملها على الحوائط او في السقف، انما مش هيبقى ليها علاقه بالاورينتيشن بتاع الفرنتشر عامل ازاي. وبالتالي مش هيجي كلاينت يقول لك الحيطه دي ما تعمليش فيها تلفزيون، اعمله هنا، فيبقى انت بهدلت الفكره كلها، وقاعد بقى بتعمل كات اند بيست، اللي هو قاعد بتعمل تبديل وتوافيق وبتشيل دي من هنا وتحطها. طبعا انا شايف ده ما بيخليكش تعمل سكسسفل ديزاين في الاخر. عشان الوقت برضه ما يطولش، خليني ادخل بقى على طول على المرحله الثانيه عشان اشرح لكم احنا عملنا ايه. قبل ما ادخلكم في 3 ديز، انا في البريفنج عرفت اتجاه الكلاينت عايز ايه. الكلاينت هنا كان عنده حاجه غريبه شويه، كان هو وزوجته عكس بعض، هو عايز حاجه مودرن شويه وهي عايزه حاجه كلاسيك شويه. وبالتالي الميرج ما بين الاثنين ده اسمه كونتمبري، مفيش مشكله، بس الكونتمبري عامل زي سبيكترم كبير، ممكن يبقى رايح للمودرن وممكن يبقى رايح للكلاسيك، هنختار ايه فيهم؟ اذا كان هي عايزه كده وهي عايزه كده. فانا اخترت اعمل حاجه لذيذه قوي، ان انا اعمل كلاسيك تويست تو مودرن. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه كلاسيك تويست تو مودرن؟ يعني اعمل فراغ في جزء كلاسيك شويه وجزء مودرن شويه، واعمل تويست ما بينهم. الجزء ده من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تعملها كديزاينر، لان انت فكره التويستنج او فكره ان انت تقلب فراغ من كونتمبري كلاسيك لكونتمبري مودرن، لان احنا هنبقى في نفس سبيكترم الكونتمبري، محتاج ان الموضوع ده يمشي سموثلي او يمشي ببساطه، عشان مش فجاه تحس ان البيت حيطه كده وحيطه كده، ويبقى في الاخر حبينا نستخدم لفظ افراح بلدنا يعني. فانت محتاج ان الموضوع يبقى مدروس بطريقه مظبوطه. طيب اول حاجه عملتها قبل ما اروح للمرحله بتاعت 3 دي، زي ما قلت لك خدت بريفنج الدايركشن، وخدت بريفنج لحاجه اسمها الكالر مود بورد. انتوا ايه الالوان اللي بتحبوها؟ فخدت الالوان اللي هم بيحبوها وقعدت ارصها جنب بعض، وبعدين طلعت المود بورد دي. المود بورد دي بتقول ايه؟ بتقول ان الالوان في البيت مونوكروماتيك جراي، الدوميننت فيها. يعني ايه الدوميننت؟ اللون الغالب مونوكروماتيك جراي. يعني ايه مونوكروماتيك؟ يعني شيدز اوف وان سيرتن كلر. يعني انا عندي لون باخد الشيدز بتاعته، الشيدز دي اسمها مونوكروماتيك كلر. فلو انا عندي بيربل مثلا، خدت الشيدز بتاعته، يبقى دي مونوكروماتيك بيربل. انا هنا مونوكروماتيك جراي، خدت الشيدز بتاعت الجراي. طب ازاي يا باشمهندس؟
يعني انت عندك هنا في الوان اهي، في لون مدي على ساني يلو، في لون هنا برضو زيه، وفي هنا لون مدي على على ريدش براون، يعني في حاجات كده. ما انا قلت لك في الاول 70 80% ده دوميننت كولر، دي الالوان بقى اللي انا بسميها الفايبرنت، اللي انا بعمل بيها البامبنج اب، او اللي انا بخلي اللقطه يبقى فيها توازن ما بين لون غالب ولون بعد كده يدي هاي كونتراست. فانا هنا اخترت الفايبرنت كولرز دي بيزد على اختياراته، هم برضو بيحبوا الالوان المسفره شويه، ولما كنا اتكلمنا في الموضوع ده كان عجبهم قوي فكره انه ازاي الصبح ممكن يبقى عندي كولر في ضي كده مسفر او محمر شويه، فرحت واخد الحته اللي عجبهم دي وحطيتها. طبعا لا يخلو اي بيت من لون الجرينريز، فلازم تتحط في المود بورد بتاعتك. عشان ما اطولش بقى نخش على طول في 3 ديز، ده الفراغ اللي انا كنت بشرحه لكم دلوقتي بتاع الجزء بتاع الفورمال ليفنج، اللي هو كان فيه التو كاوتشز والتو بوف اهو، وده الجزء اللي بيمثل الكونتمبري مودرن، اللي هو فيه خطوط سليك ما فيهاش اي تفاصيل، فيه شويه الكوفز او شالفينج موجود عشان عندي مكتبه حوالين التي في اقدر احط فيها اكسسوارز، في شويه ستريبنج محطوط كده في المكتبتين دول، ومحطوط في الباك وول بتاعت التي في عشان ادي التويست اللي انا بقول لكم عليه. انا عايز حاجه برضو يبقى فيها شويه ديتيلز بس مودرن، لان دي اللاين المودرن بتاعي. ده الجزء اللي كنت بقول لكم عليه، وهتشوفوا بقى في الريل فيديوز اتعالج ازاي كمان بعد 3 ديز. الجزء ده اللي فيه النجفه اللي نازله من تحت لفوق، واللي فيه الجزء بتاع البلانترز اللي هنا، كنا اقترحنا عليهم نحط ستاتيو زي تمثال هنا، قالوا لي لا يعني يفضل التمثال يبقى بره شويه، عايزين هنا يحطوا بلانترز. وبعدين جينا في التنفيذ قالوا لا حابين ان برضه يبقى في ستاتيو هنا، برضه حصل تغيير هنا. كل الحاجات دي ما بتاثرش على المود اللي عندك، دي كلها عباره عن اكسسوارز او فيرنيشنج، اللي هي مرحله الاف اف اند اي. يعني الكنبه دي لو جت هنا ودي جت هنا هل هياثر في الشكل؟ لا، بس هي الاحساس، انا عايز الويت بتاع اللقطه يبقى فين، اللون المزرق اللي انا وريته لكم في المود بورد يبقى فين، اللون المصفر اللي باين في الاكسنت لايتنج فين، وهكذا. طبعا لون الجرينرز اللي ما بنختلفش عليه، وده اللون اللي هو كان فيه ريدش براون اللي قلت لكم عليه، اللي هيبقى باين في الاكسسوارز وفي الحاجات بتاعتنا. ودي طبعا من الحاجات اللي احنا بنعملها دايما او مشهورين بنعملها في شغلنا، هي البرنتد كيرتنز والباترن دي. احنا يمكن من الباترنز اللي اشتغلنا على ديزاين الباترن نفسه، فبقت من الحاجات اللي الناس بتطلبها مننا، لا احنا عايزين الديزاين بتاع الباترن بتاعكم، بقت حاجه باسمنا شويه. اشتغلنا على البيم والتو كولمز اللي كانوا موجودين هنا بتوع السلم، اللي هم شكلهم ما كانش احلى حاجه، اجلي شويه، ان احنا برضو عملنا لهم ميرج كونتينويشن للحيطه دي اكنهم ال شيب كامله، ودي الحيطه الفاصله ما بين الستير كيس زي ما انتم شايفين، ما بين الستير كيس ومن الحته دي سبناها اوبن عشان ادي احساس بالوسع في المنطقه دي. يمكن في ال 3 ديز هتلاقوا كده في شويه ريبز صغيره، بس برضو سي ثرو عشان تبين الشكل. انا بحاول ابص كل شويه في الساعه عشان عايز اديكم معلومات كتيره جدا، واحنا لسه في اول السلايدز، لسه في حاجات كتيره، فبحاول اكل. دي الحيطه الكلاسيكال اللي انا كنت بشرحها لكم، اللي هي برضو تعتبر كونتمبري كلاسيك مش بيور كلاسيك، فيها النسب اللي هي التلت والتلتين بتاع الفريمز، فيها مودرن لايتنج، فيها كونتمبري ميرور، فيها ميرج ما بين المودرن والتراديشنال لو انا هسميها صح، يعني فيها فيري مودرن ميرورز ملهاش اي فريم، فريمليس يعني، محطوطه وسط الجزء الكلاسيك، وكمان محطوطه بطريقه عشان تعمل بالانس للحيطه. ممكن اي ديزاينر يقرا لي الوول دي، يعني مش قصدي اسالكم بس قصدي اقول لكم ازاي احنا بنشتغل ان الحيطه تتقري لاي ديزاينر ولاي حتى يوزر بسهوله. عندي يونت اتكررت 3 مرات واتدبلرت مرتين، يعني ايه اتدبلرت؟ يعني بقت دبل، مره هنا ومره هنا. فاتدبلت، اتدبلرت دي كنا بنقولها ايام الجامعه لما كان حد ما بينجحش، سوري، اتدبلت مرتين، سوري، بقت مره هنا ومره هنا. فبقى عندي يونت واخد منها 2 تايمز، بعدين يونت. بقت اسهل واقرب، ودي من الحاجات اللي اتكلمت فيها المحاضره اللي فاتت، فكره اليونتي، ازاي انا اقدر استخدم اليونت سكيل اللي اقدر اعمل بيه شكل. الدايننج تيبل زي ما اتفقنا اللي فيها التو مين سيترز غيرنا لونهم بالالوان اللي هي المزرقه اللي كانت محطوطه
في الكالر مود بورد اللي هم اختاروها. وزي ما انتم شايفين حتى الالوان هي شيدز اوف جراي، يعني ده شيدز اوف جراي مدي بلوش شيد، ده مثلا بيور جراي، ده مثلا هتلاقي برضو في حته كده سنه كده بلو، ده سنه بلو، ده بيور، عشان عينك تستريح. الارضيه اتعملت حاجه اسمها تندرا جراي، السجاجيد جراي، البونكات جراي، وفي اللون بتاع الكوبر اللي هو البراون شريد وهكذا او الريدش براون. الكيرتن معموله بيور جراي، السيلينج ريفلكتيف جراي باترن. والريفلكتيف جراي باترن بالمناسبه ناس كتيره بتسالني دي بتتعمل ازاي يا باشمهندس، دي بتتعمل حاجه اسمها ستريتش سيلينج. اسهل واحسن حاجه تعملها ستريتش سيلينج، عباره عن حاجه زي نوع من انواع البوليمرز او البلاستيك اللي بيدي انعكاس للفراغ، عامل زي الميرور بالظبط، لو اتعمل الفيكسيشن بتاعه مظبوط ما بيطلعش فيه غلط، فعلا ما بيطلعش فيه غلط. الجزء اهو بتاع الانترنس، فاكرين لما كنت بقول لكم ان انا عامل زونينج، ادي الثلاث او الاربع اعمده عاملهم ميرور برضه عشان يدوا وسع، يعني هم ادي عمود 2 3 4 مدين وسع، فانت مدي احساس ايه ده المنطقه دي في حاجه غريب، هي ميرورز معكوسه، عشان الالوجن ده في بعض الاحيان بيدي دبل سبيس، وانا كنت محتاج هنا ادي طول اكتر للمكان. وادي الميرور بالكونسول، وادي الارت وورك اللي ليتر اون برضه غيرناه من نفس المود، بس برضه من الحاجات اللي بتتحط في 3 دي وبعد كده ممكن تدرس تاني وتتغير بيزد على احتياجات معينه. وبعدين عملنا فكره الهاند ريل جلاس على اساس انه يبقى الموضوع بسيط وفي نفس الوقت يبقى يعني يبقى مش عامل زحمه في المنطقه. طبعا دي الدخله اللي بقول لكم عليها بتاعت الكيتشنز، وانا بحب جدا ان انا اكد الدخلات بتاعت الزونز، يعني هتلاقوني هنا عامل الوود كلادينج فروم فلور تو سيلينج عشان ادي اكسنتويشن للمنطقه دي او ادي تاكيد على المنطقه دي ان هي سكندري انترنس او انترنس لوبي تاني. وادي الستاتيو اللي اتكلمنا عنه. طيب ده ايه؟ ده حمام الجيست تويلت. حمام الجيست تويلت بالمناسبه لو انتم فاكرين في التو ديز كان صغير جدا وعباره عن كاونتر وتويلت، او كاونتر وتويلت، بس احنا دايما بنستخدم الميرورز بطريقه كبيره جدا عشان ادي دبل سبيس للحمام، وفي نفس الوقت بدي الاحساس بتاع اللبجن. ادي اوفر كاونتر واشنج بيسن اللي هو الرخام الحوض، وادي الرخامه الكاونتر، ومعمول شيلفينج تحتيه عشان يحطوا فيها الديترجنتس والحاجات بتاعت ال ال التاولز بقى والكليننج والسوب والحاجات دي. طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها هنا؟ لا، انا استخدمت برايت كولرز عشان المساحه كويسه، المساحه مش كويسه صغيره، واستخدمت الميرورز عشان اوسعها. نرجع للمحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم ازاي اوسع النارو سبيسز، ان انا بستخدم ميرورز وبرايت كولرز. ده كلام بيتقال بس انا بوريكم هنا ازاي بيتنفس. دي الماستر بيدروم اللي انا كنت بقول لكم عليها، ادي الماستر بيدروم، ادي السرير اهو، وادي عملنا تو لارج ميرورز. عشان ليه بقى عملنا هنا تو لارج ميرورز؟ غير بقى ان انا وسع وعملنا مكتبه هنا، عشان دايما اي حد في اوضته لما بيخلص لبس وهو ماشي في الاوضه بيجيب مفاتيح بيجيب اي حاجه، بيبقى دايما عايز يشوف الفاينل اوتفيت اللي هو لابسه، الفاينل تاتشز بتاعته، فدايما احساس الميرورز الموجوده المهم انها تستغل صح وتتحط في مناطق صح. يعني دي منطقه دات شويه اللي هي ورا الكومودز، فلما بتحط فيها ميرورز بصوا بقى اللاين ده انعكس هنا، فده مساحه اوسع. مش عايز اقعد اتكلم في الحته دي كتير. الفلور كان معمول باركي والسيلينج كان معمول عباره عن الكوف كبير او عباره عن جزء غاطس لجوه ومعمول فيه ليد لايت عشان المودز بتاعه اللايتنج. حلو برضو ان انا جبت سيره الحته دي، ايه مودز اللايتنج؟ اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان الجنرال لايتنج هو ده اهم لايت، اللايت المين، وبعديه بيجي حاجه اسمها الاكسنت لايتنج اللي هو اللي بيدي الايفكتس، وبعد كده بيجي التاسك لايتنج. لو انا عندي مثلا ابسط صوره للتاسك لايتنج اللي هو لو انا عندي مثلا مكتب، اللايتنج اللي نازل فوق المكتب، لو عندي مثلا الكيتشن، اللايتنج اللي فوق الوركينج ستيشن او اللي فوق الايلاند اللي في النص بتاعت الشغل، ده اسمه تاسك لايتنج. فهنا الجنرال لايتنج هو ممكن يكون النجفه، وده جزء هيدن لايت اللي هو الاكسنت اللي هو بيدي تاتشز او افكت زي ده، عشان لو انا عايز اقرا كتاب قبل ما انام، او ده الجزء اللي كنا بنتكلم عليه
اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو الفلوتنج وول اللي وراها الدريسنج. بصوا بقى ادي الفلوتنج وول اهي عباره عن تي في وسي ثرو، اشوف كده ضاي حد ماشي بس مش عارف اميز هو مين، وبعد كده الجزء اللي ورا هو الدريسنج عشان تبقى الاوضه سويت مفتوحه على بعض بس في نفس الوقت فيها زوني، ما احسش كده سايكولوجيكالي ان انا انترابتد لما يكون حد بيلبس فورا، لا متداريه وكل حاجه تمام. والدريسر بتاعتها الجزء اللي هي ست البيت بتعمل فيه الميك اب ورا الحيطه دي، يبقى انا كده عندي الاوضه فيها كل الزونز بس في نفس الوقت معموله بطريقه مخبيه الفراغات بتاعتها. ودي اوض نوم بتاعت الاولاد، ده الجزء بتاع الفاميلي ليفنج او الروف مالتي بيربز روم اللي قلنا انها هتبقى ليفنج او جيمنج روم او وركينج اوت روم او وات ايفر، وفيها الكيتشنات بتاعتها هي مكتمله تقعد فيها، ده البيت لوحده. معلش بقى انا ماشي بمشي بسرعه لانه فاضل لايك 20 دقيقه وانا عايز اتكلم في حاجات تانية. ده الجزء بتاع الاندور روم اريا، اه هي هي نفس الفراغ بس الجزء اللي بيبين التي في محطوط ازاي مع الاوت دور. ده الجزء اللي حكيت لكم عليه اللي هو القعده البيلت ان او اللي كانت معموله هنا، يعني احنا قلنا بيلت ان بعدين الكلاينت قال لي حطها لي في ال 3 ديز ان هي تبقى سوفاز وانا هختار ما بين الاثنين، بس هي نفس الكونسبت حتى لو بيلت ان، عباره عن ان الجزء ده بيبقى مبني طوب وبعدين باجي احط عليه الشلت بتاعتي. وادي برده في تي في محطوط على القعده نجفة محطوط زي سوينج بحيث انه برضو لو انا عايز ابقى قاعد على السوينجين شير ده وقاعد بستمتع بالجو لو الجو لذيذ. وده الكاونتر اللي بيه سيرف اللي قلت لكم محطوط في الاخر، وهوريكم شكل الكاونتر ده برضو في الريل فيديوز ان شاء الله. احنا هنا نعتبر خلصنا المرحله بتاعت 3 ديز، هشغل لكم دلوقتي فيديوز اقول شكل البيت عامل ازاي وهعلق كمان على الفيديو عشان نربط لكم بقى الحاجات ببعض. هعمل بس دلوقتي نيو شير او استوب شير ده الاول، وبعد كده هعمل لكم شير سكرين. ثانية واحدة. كل فيديو وبعدين نبتدي نتكلم على الحاجة دي. يعني بعد ما اتفرجتوا على الفيديو هبين لكم شويه حاجات برضو، يعني هقف كده اعمل بوز وافرجكم على حاجات برضو عايز اتكلم فيها ليها علاقه بالكونستراكشن. انا كده فرجتكم البيت بعد ما خلص عامل ازاي، معلش بقى نرجع نتفرج على الفيديو تاني مع بعض واقف كده اتكلمكم على كل حاجه واربطها بالديزاين اللي كنا عاملينه.
عشان يبقى كده احنا ايه خلصنا التوك بتاعتنا النهارده، شفنا الديزاين بروسيس من اول ال2 ديز، بعدين عملنا سكيب للحته بتاعت الكونستراكشن دوكيومنتس عشان ما نطولش، وبعدين فرجتكم ال3 ديز اتنفذت ازاي بقت في الواقع. دلوقتي عايز اربط شويه نوتس مهمه جدا، اعتبروها برضو كبسوله حلوه لكل سبيس، وهربط كمان الحاجات الصعبه في الكونستراكشن كانت عامله ازاي، عشان يبقى كده ربطنا مشروع كامل از كيس ستادي. طيب نبتدي كده بالفيديو نشغله مع بعض. اول حاجه، فاكرين لما كنت بكلمكم على المكتبتين والجزء بتاع التي في والريبز اللي ورا، اكتر حاجه كانت صعبه هنا علاقات التقفيل دي ما بين الفيرتيكال والهوريزونتال، هتقفلهم على بعض ازاي لان دي كلها خرام مفتوحه، فلازم واحده تبقى سابقه الثانيه بس مش سابقاها بكتير، حاجه صغيره قوي عشان ما تبانش انها مضايقه الفيو بتاعنا. دي كانت نقطه. النقطه الثانيه، شايفين التندرا جراي ماربل ازاي كله ات سيمز as if ان هي اتس وان فلور، الاحساس ده عشان يجي لك لازم ما تقطعش الطاولات اللي بتجيبها من الجبل. يعني انت لما بتنزل تشتري رخام بتلاقي الطاوله بمقاس معين، مثلا 2 متر في متر ونص، انا بقول اي رقم بس في اكتر من كده، في 3 في 2 حسب، تاخد الطاوله تحطها زي ما هي وتقعد تعمل فلور باترن للارضيه عشان تخلي انه اكن في زي اوبن بوكس، زي حته زي دي. فده من الحاجات اللي كانت صعبه برضو انه احنا ازاي نعالجها. حاجة تانية برضو عايز أقولها في الكونستراكشن هنا از تيب، شايفين التكييف جاي فين؟ جاي هنا في الحتة البلك، البلك هيد اللي احنا نزلناها هنا اللي هي السيلينج هنا نزلناه شوية، هو غالبا التكييف بيحتاج حوالي 40 سنتي أو من 40 ل 42 سنتي، فحطينا التكييف في منطقة هنا بحيث إن هو يبقى الجريل بتاعته السايد جريل موجودة في منطقة ما تضايقش الناس اللي قاعدة. بصوا الناس اللي قاعدة قاعدة هنا والسايد جريل موجوده هنا. طيب الحاجه الثانيه، لما كنا حاطين في الاف اف ان اي كنا حاطين هنا تو كاوتشز في وش بعض، هم استبدلوهم بكرسيين في وش دي، كل ده اتعمل له ابديت بعد كده، او احنا بنسميها اتعمل له ديفلوبمنت، ان انت بتحط فكره وبتبتدي تديفلوب الفكره دي. نكمل كده مع بعض. طيب ده الجزء اللي كنت بشرحه لكم، بس خليني برضو افتح الكادر اكتر، يعني خلينا نمشي كده شويه. طبعا انا هي العلاقات اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي دي كانت من الحاجات اللي محتاجه دراسه، وده الجزء بتاع الستير كيس اهو، ادي الهاند ريل. بصوا بقى برده من الحاجات اللي اتعمل فيها ابديت، الهاند ريل ده نفسه كان عليه كوبيستا اتشالت بقى فريمليس جلاس، وده من الحاجات اللي برده ادت شكل مور سليك، يعني خطوط دي النجفة اللي من تحت لفوق جاية من الروف لحد تحت خالص، دي اللي بقولك عليها. ده بقى اللي انا كنت عايز اوريه لكم اللي هو اللاين بتاعنا. بصوا الوول دي ادي يونت، تو يونتس ادي الميرورز. حد بقى كده يقول لنا ايه اللي اختلف ما بين اللقطة دي واللقطة اللي احنا كنا عاملينها في 3 دي؟ طبعا انا مش سامعكم بس هقول لكم اللي اختلف. احنا كنا في اللقطة دي عاملين الميرور فروم فلور تو سيلينج، هنا حطيناها جوه الفريم ليه؟ عشان الاحساس المودرن ما يجيش في التويست اللي احنا اتكلمنا عليه، تبقى كلها كونتمبري كلاسيك وتكمل بان الميرور كمان جوه الفريم الكلاسيك. شوف حاجات صغيره قوي، يعني دي لو كانت طالت هنا وهنا مش وحشه، بس كنت هتحس انها لوحدها، ان هي قاعده في السبيس لوحدها، حته مودرن كده جت في وسط الفريمز الكلاسيك، انما هنا لما دخلت جوه الفريمز ادت كونتينيويشن استمراريه. دي الحاجات اللي انا قصدي عليها اللي هي بتفرق جدا، او لما بيحصل ديفلوبمنت بتفرق معاك. طبعا نفس الكلام، بصوا الارضيه، بصوا الكاوتش، كلمتكم قبل كده في المحاضره اللي فاتت على الكيرفي شيبس، ان الكيرفي شيبس من الاحلى الحاجات اللي تقدر تعمل لك مود في البيت مختلف، وطالعه كمان ترند الفتره اللي فاتت. طبعا احنا ما بنشتغلش على ترند بس هي كمان حلوه وفانكشنال، لانها بتدي احساس حاجه فورمال بس هي مش فورمال، هي فيري كاجوال. اقرب شويه مبينه بقى بنسميها احنا الجروفز بتاعت الخشب عامله ازاي، علاقه الجروفز بالخشب، في خط رفيع هنا بنسميه شادو جاب، عشان لما باجي اقفل الجبسون بورد مع الخشب لو ما عملتش الخط الرفيع قوي ده العلاقه عمرها ما هتتظبط، خاصه انا هنا كمان عندي جروف، علاقه الجروف ده هيبقى ايه؟ هتحط معجون ولا هتعمل ايه؟
فلازم تبعد عن ده قيمة سنتي. انتوا هنا مش واخدين بالكم، بس لو حد ركز في حاجة رفيعة قوي هنا، دي من الحاجات الفنية جدا او من العلاقات اللي نقدر نقول ان هي بقت تفرق معانا. طبعا شكل النجف والتفاصيل دي، بصوا مثلا شكل النجف واختيار التيبل دي في مرحله الاف اف ان اي تعمل لها ابديت على اساس ان انا اوريدي شغال ستريبنج. لا طب ما ناخد دي زيبرانو كمان. وبصراحه السبلاير بتاع البيت ده كان احدى الشركات المحترمه جدا في مجال الفرنتشر، ساعدونا جامد في السلكشنز دي. الجزء اهو اللي فيه النجف وتحتيه الستاتيك، كان الستاتيك ده لسه ما جاش للاسف في ساعه ما عملنا البيت، بس هو اتنفذ زي ما بالظبط. وادي هنا في اللقطه دي مبينه القصه اللي كنت بحكيها لكم، اللي هي يونت تو يونتس يونت وهكذا. اللوحه دي اللي فاتت اختلفت عن اللي كنا حاطينها في 3 دي. هي الاونرز بتوع البيت طلبوا ان هم عايزين لوحه فيها دريس عشان يربطوا الفاشن بالارت وورك، يعني الارت وورك يبقى فيه جزء فاشنبل شويه. فاخترنا حاجه زي كده، قلت لهم طب ايه رايكم نعمل بقى فيري فايبرنت كولرز، حتى الكالر ده مش موجود في الكالر مود بورد بتاعتنا. هل ينفع ده يحصل؟ اه ينفع، لان انت لو خدت بالك الباك جراوند هي ستيل جراي، وده اللون اللي عامل الهاي كونتراست، فينفع ان انت تعمل ده، بس المهم ما تزودش عن 3 كولرز في البيت كله عشان البيت ما يبقاش زحمه في الالوان. انا بتكلم 3 سكندري كولرز، ودي الستاتيو اللي كنت بحكي لكم عليه اللي غير مكانه، ودي الحته اللي قلت لكم انها اتاكدت لما بقول لكم انا بحب اكد الاركيتريبز بتاعتي انها تبقى فروم فلور تو سيلينج. ادي اتاكدت اهي، وادي الجزء الليفنج اللي كنت بكلمكم عليه اللي هو الاوفيس والستادي انترنال، وادي حمام الماستر. حمام فعلا صغير يا جماعه، عرضه ما يكملش متر 10 وطوله مثلا ما يكملش متر 90، بس ازاي احساس الحمام زاد باستخدام الميرور واستخدام الكاونتر توب بتاعنا. دي الشرير اللي جاي من تحت لفوق. بحب انا قوي استخدم الحاجات اللي هي فيها الديفرنت شيدز اوف كوبر عشان تمشي مع فكره الماتيك جري، انا بستخدم نفس الشيدز. ادي بقى الجزء بتاع الماستر، ادي الدريسنج ال اللي مستخبيه ورا الفلوتنج وول. قلت لكم ان هي بتبقى لذيذ قوي، هتبقى ورا الفلوتنج وول. وادي السرير بالبنايتين اللي ورا الكومودز، هنا الماك بورد قريبه جدا في الاستخدامات في 3 دي. وادي الفلوتنج وول عباره عن سوليد وبعدين شويه كولمز، بعدين الماربل، بعد كده الحته دي. طبعا يعني من الحاجات اللذيذه جدا انه ال 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 اه في نقطه هنا مهمه عايز اتكلم عليها يا جماعه. شايفين ده سلك رفيع جدا، السلك ده اكشلي ليه مكان من ورا عشان كل التجهيزات بتاعت التي في محطوطه جوه المكتبه دي، بس هنا هو كان يعني ده هتلاقوه حتى الماوس والحاجات دي هو كان بيتست هنا، انما الحاجات دي كلها لازم تبقوا عاملين حسابكم جوه الفراغات انها تبقى ليها internal conduits يعني مواسير داخليه. هنا احنا يعني بين ان الميرور ازاي عكس الاوضه، يعني بصوا هنا ازاي الميرور مديه بعد الاوضه، يعني انا هنا ببص من الميرور اللي هي بتاعت الباك بورد بتاعت السرير مديه بعد الاوضه. انا كنت بشرح لكلاين بقول لهم فاكرين لما جمعنا الاوضتين مع بعض بعمل كده، اللي هو فاكرين لما كنا عايزين نجمع الاوض مع بعض، لان الاوضه الكلاينت في الاخر بالنسبه له بيت كبير. الحمامات هنا اتعملت كلها وايت كلر زي ما قلت لكم، نفس لون الخشب اللي استخدمناه في الجست استخدمناه هنا. ده دي الجزء بتاع المالتي بيربس روم اللي هي موجوده في الروف. وادي الاوضه، وادي الباب، الديزاين باترن الباب، وادي الرخامه اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي اللي فوق، اللي هي الرخامه بتاعت السيرفنج اللي في الروف. وطبعا الحاجات دي كلها اتعمل لها تجليده من الالمنيوم عشان تغطيها عشان ما يبقاش حد شايفها. دي طبعا تجهيزات التكييف اللي هي الكمبريسور بتاع التكييف، البرجولا هنا، الجزء بتاع اللاندسكيب للاسف ما اتكلمتش عليه كتير عشان الوقت ما كانش هيسمح، بس هقول لكم سريعا انه عملنا فيري فيري سيمبل
باك يارد، جنينه، سويمنج بول بروفيجن موجود هنا في المنطقه اللي هي بتاعه الممر عشان هي كورنر، والقعده بتاعته هنا بتسر على الجزء بتاع السويمنج بول، واستخدمنا نفس الجري كولرز اللي جت من جوه، استخدمنا خامه اسمها ميلي جري، وده احدى انواع الرخام المصري، استخدمناه عشان نعمل بيه باترن حتى معينه في الارضيه. انا بحب قوي العب بالارضيه واحط باترنز كتيره، اشكال ممكن تبقى شكلها في تفاصيل كتيره جدا بس عشان لون واحد محدش بيحس بيها. ده الجزء برضو بتاع الجزء تحت. ايه دي يا جماعه؟ دي اللي كان بيتكلم عليها لسه زمايلنا في الالكتروميكانيكال على فكره الهيتنج سيستم، ان انا يبقى عندي مانيفولدز وعندي هيتنج بانلز محطوطه على الحيطه عشان تعمل هيتنج، لان الجو في مصر في الشتاء في بعض المناطق بيبقى برد جدا. فبرضو ازاي اوظفها، ازاي استخدمتها في الباك وول اللي هي جنب اللي هي ورا الانترنس طبعا عشان ما تبقاش باينه لداخل البيت. يعني انا داخل من البيت دي في ظهري انا مش شايفها. انا بقول لكم على تفاصيل بتفرق جدا في الابروتش. هنا برضو ازاي استخدمت الزيبرانو عشان يرد على الزيبرانو ده، الاثنين زيبرانو بس دو ديفرنت تكستشرز للزيبرانو. طبعا واخدين بالكم، وده جزء بتاع الكونسول والمرايه بتاع دخله البيت. ده يا جماعة كل الجيرني اللي هي خدناها في البروجيكت بتاعنا. أنا يعني ناقص على التوب بتاعتي حوالي 7 دقايق، حابب عشان يعني في حاجات تانية ممكن أتكلم فيها، بس حابب أسمع منكم لو حد ليه أي سؤال أرد عليه. يعني ممكن أخلي 7 دقايق دول أرد على أسئلتكم لايف دلوقتي، ولو في اسئله اكتبوها لي برضو على الكومنتس بتاعت الفيديو ده وانا ارد عليكم. لو في اي اسئله انا معاكم ممكن ارد عليها على طول. انا هدخل برضو ابص على الفيديو معاكم اهو. لو في اي اسئله انا معاكم. حد كاتب، انا هقرا بقى للاسف يعني عشوائي، لو حسن انت كاتب برضو اسئله تساعدني يبقى كتر خيرك، بس انا هقرا اللي انا قريته. بالنسبه للفرنتشر ده من سؤال من داليا، بيتعمل يعني يتفصل بناء على تصميم مقترح ولا بنحاول ندور على حاجه جاهزه؟ حلو قوي السؤال ده. الموضوع بيبقى ليه بعدين. البعد الاولاني انا بفضل اشتري الحاجات الموجوده وباخد على قد ما بقدر مقاسات ستاندرد وانا بعمل ال 2 دي، بس في بعض الاحيان في بروجكتس لا بتضطر ان انت تعمل حاجات كاستمايز لو انت في حاجه معينه عايز تعملها في الفرنتشر مش موجوده في الماركت. بس الماركت بتاعنا بقى غني جدا، وعايز اقول لكم ان معظم السبلايرز التقال بيعملوا كاستمايزيشن دلوقتي. مش كل الناس بقت تقول لك لا والله ده اللي عندي، لا بيعملوا كاستمايزيشن. طبعا بيفرق في السعر، بس ناس كتيره بتحبه. في نوران بعته بتقول البلوش جاي اختفى خالص في التنفيذ مع انه كان لاقي قوي. لا موجود، انت ما خدتيش بالك، موجود في ال ده انا اتكلمت عليه، موجود في القعده اللي عند الحيطه الكلاسيك، القعده بتاعت الدايننج، الكرسيين اللي في الاول دول بلوش جري بس فيري فيري بيل. انا قلت لكم التون كله هيبقى لونه غامق. ايه المشكله بتاعت المكتبه والمفروض اخلي اللون المحايد هو الغالب في المكان؟ والمفروض اخلي اللون المحايد هو الغالب في المكان. المشكله بتاعت المكتبه ان انا بيبقى عندي جروفز موجوده في المكتبه. الجروفز دي مفروض ان هي تبقى واخده اتجاهين اكس وواي، يعني طولي وعرضي، التقائهم مع بعض هيبقى مفتوح على بعضه هيدي مود مختلف. احنا عايزين دول يبقوا طالعين في اتجاه ودول داخلين عليهم، فنقفل العلاقتين دول ازاي؟ لازم واحده تصد في الثانيه، فبنبرز واحده عن الثانيه ملالي بسيطه قوي عشان تصد في مخ الثانيه، لان احنا دايما الحاجات دي بتبقى تجاليد ممكن من 12 ل 18 مللي، ما بيبقاش خشب مسب عشان السعر ما يزيدش. السؤال الثاني اللون الغالب، بص فكره الكالرز بصفه عامه لازم بيبقى عندي دوميننت كالر، ده بيمثل من 60 ل 70% من المكان. انا هنا اخترت مع الكلاينت ان هو يبقى الشيدز بتاعت الجراي، هي بين قوسين المونوكروماتيك جراي. الجزء الثاني اللي هم 30 او 40% دول بيبقوا يسمحوا ان هو يبقى من لونين لثلاثه بالكثير قوي. دي بتبقى فايبرنت كالرز او كالرز بنسميها كالرز مساعده، هي اللي تعمل لي الكونترست في المكان، تبان بقى في اكسسوارز، تبان في
في كاشن بتاع فرنتشر، تبان في زرع وهكذا. هو ايه نوع الخشب في الحمام وهل ده عملي؟ نوع الخشب، حلوه قوي الاسئله دي. نوع الخشب في الحمام بي في سي. البي في سي هو خشب صناعي ارتفيشال وود، بيستخدم عشان هو الخشب الصناعي ده بيبقى ووتر ريزيستنت بدرجه عاليه جدا. مفيش حاجه ووتر ريزيستنت 100%، يبقى درجات الووتر ريزيستنس بتاعته عاليه، فممكن يعيش معانا ايام يعني فترات كتير، مش ايام للاسف، سنين كتيره جدا. ازاي عالجيت مشكله تقاطع اللايت بتاع بيت النور؟ ازاي عالجت مشكله تقاطع اللايت بتاع بيت النور وتقاطع مع جريله التكييف في المنطقه اللي عند جهاز التدفئه؟ حلو قوي. ازاي بنجيب التقاطع بتاع الليد لايت؟ تقاطع الليد لايت بصفه عامه بيبقى البروفايل اللي احنا بنستخدمه، البروفايل ده فيه وصله بتتحط بيبقى فيها ليد لايت، ما بيعملش الحته اللي هي بتبقى الدمد، او الحته اللي هي اللي هي بتبقى فيها ضل. دي حسب نوع البروفايل اللي انت بتستخدمه. زمان كانت الناس بتحط الليد تيوب ترميه فوق السقف، تثبته في خشب بقى تشده، الكلام ده كله طبعا بطل بعد ما نزل فكره وجود البروفايل. انا بقرا معاكم يعني ازاي الروف مفتوح كده، ايه الحل الاحتياطي في المطر؟ لا، الروف في جزء ان دور وجزء اوت دور. الجزء الاوت دور ده بيبقى فيه باب صرف للمطره، وبنعملها بطريقه كبيره جدا. خلي بالكم باب صرف المطر احنا بنعمل الديزاين بتاعها على اليوم اللي بيبقى فيه السيول. انا دايما بقول كده، احنا بنشتغل على الورست كيس سيناريو، مش بشتغل على ان في شويه ميه عايز اصرف، لازم اعمل حسابي ازاي اصرف كميات كبيره من الميه. انما الجزء الان دور كده كده في سقف فوقيه اللي هو يعتبر بيسموه باللغه السلانج او اللغه السوقيه العاديه الدارجه سقف الشخشيخه او بيت السلم. ممكن نعمل ليكتشر ثاني انتيرير، ممكن طبعا يعني هحاول اشوف لو في سلوت فاضيه مع الباشمهندس احمد مصطفى، ولو في ان شاء الله مجال هستخدمها. خلود بتسالني هو في راي فور ريندرينج شوتس، الشوتس كانت ميكس ما بين الفي راي والكورونا، يعني في بعض اللقطات في راي وبعض اللقطات كورونا. انا دايما بحب استخدم الفي راي والكورونا مع بعض. ليه؟ لان ده ليه مميزات وده ليه مميزات. الكورونا بتبقى مور رياليستيك، مقتنعين بده، رغم ان الفي راي كبلاجن بقى كمان الرياليستيك فيه عالي جدا، بس في بعض الاحيان الكورونا بتبقى بتدي احساس معين مش بعرف اجيبه من الفي راي. بس الفي راي ميزته ان هو دايما كبلاج او كبلاجن سريع جدا. فين المحاضره اللي حضرتك بتقول عليها؟ هتلاقوها موجوده على اليوتيوب، ممكن ابقى احطها هنا في الكومنتس اشيرها لكم بعد البتاع بعد المحاضره. منين اقدر اعرف مواصفات كل اتجاه بحيث انا وانا بشتغل احدد انا مودرن ولا كلاسيك مثلا، وازاي اتعلم اعمل ميكس بين الاتجاهين؟ ده اللي انا قلته يا اميره في المحاضره دي، ان انا اعمل الميكس في الاتجاهين، ان انا الاول ما اخدش بيور كلاسيك، اخد الكلاسيك في حته الكونتمبري، يعني الكلاسيك المبسط اللي فيه ابستراكتس كتيره. نفس الكلام المودرن، اخد المودرن وابسطها، ان انا اخد اللاينز الجنرال بتاعه المودرن. يعني المودرن مثلا فيه خطوط فيرتيكال وهوريزونتال، ما اقعدش اخليها مثلا خطوط بس كده، لا ادخل فيها شويه ديتيلز عشان تبقى رايحه شويه للكونتمبري كلاسيك. هي ايه اللفظ كونتمبري ده جه منين؟ عشان ما نقعدش نقول لفظ كتير ممكن يكون مش دارج للاذن. مودرن وكلاسيك حاجه في النص ما بينهم، هي اسمها كونتمبري. هي بتميل شويه للكلاسيك اسمها كونتمبري كلاسيك، هي بتميل شويه للمودرن فاسمها كونتمبري مودرن. فهي لعبه، جبت صوفة شكلها كلاسيك يعني خطوطها كلاسيك بالقيمه بكل حاجه، بس حطيت لها فابريك مودرن بقت كونتمبري كلاسيك، لان هي الدوميننت فيها الشكل كلاسيك. اعكس بقى الايه، جبت صوفة كل خطوطها ناعمه جدا ومودرن وسليك، وحطيت لها فابريك قديم شويه بقى كونتمبري مايل اكتر للمودرن، لان الدوميننت هو الخطوط المودرن، وهكذا. هي لعبه نقعد نلعب بيها. هل لازم الانتيريور ديزاينر الشاطر يكون شاطر في الفيجواليزيشن؟ بص يا ايمن، لا، انا وجهه نظري ان الفيجواليزر دي حاجه بتساعد الانتيريور ديزاينر، بس هي تول في الاخر. الانتيريور ديزاينر الشاطر هو الانتيريور ديزاينر اللي يقدر يطلع يكسبرس الديزاين بتاعه.
عملوا بقى بالفري هاند، عملوا بالفيجواليزيشن، عملوا عن طريق حد بيشتغل الفيجوالز، عملوا باي طريقه، المهم يطلع المنتج بتاعه. لان انت هتشرح، انت دلوقتي معاك فيجواليزر، انا معايا مهندسه في المكتب بتشتغل فيجواليز او فيجواليزيشن، بتعمل فيجواليز قصدي للشخص، هشرح لها ازاي، هقول لها والنبي اعملي لي دي، ما انا لازم اعمل لها سكتشز، او لازم ارسم لها، او لازم اعمل لها 2 دي دروينج على الاقل بشويه سكتشز كده بالايد، لازم اي طريقه اكسبريس بيها الشغل للفيجواليزر، اطلع له بيها الشغل هو يعمله، يبقى انا كده ماشي في بروسيس سليم. انما مش شرط ان انت تكون فيجواليزر شاطر عشان تكون انتيريور ديزاينر شاطر، بدليل ان الجيل بتاع المهندسين الكبار الرول مودلز بالنسبه لنا احنا الكبار في الماركت سواء المصريين او الانترناشنال ديزاينرز ما بيشتغلوش فيجواليزنج بايديهم، يعني مش بيعملوا فيجواليزنج بايديهم. ايه تاني؟ هو انا اعرف ازاي ان بلوكات الماكس اللي معايا واستخدمها في التصميم موجود فانا عشان ما استخدمهاش؟ يعني فكره بلوكات الماكس دي، الماركت بقى مفتوح، البلوكس بقت مفتوحه لكل الناس، اي حد عايز يدخل على 3 دي بروت، 3 دي سكاي، الحاجات دي كلها موجوده. انا بس بفضل انه استخدم بلوكات اكتر، افضل كده بتاعه المصنعين، يعني اروح اشوف فرنتشر سبلاير من الناس، يعني مثلا اشوف 19 اوضه سيرياليتي، مش عايز اقول يعني اي اسامي من الناس الحلوه الكبير، لايتنج مثلا سام ليمينير، اي حد من لايتنج اليجنس، اي حد من دول، اخد اللايتنج اللي هم بيستخدموه واحطه في الشوتس بتاعتي، انا افضل كده. ينفع ادمج بين الستايل كلاسيك والمودرن الشقه عادي؟ اه ينفع، ما انا لسه عامله اهو، ما دي تعتبر شقه، تاون هاوس في الاخر، الجزء اللي تحت فوق شقه. اكسسوارز في 3 دي كانت محققه المود بشكل قوي، مش كلها كانت متاحه في التنفيذ، وبرضه انا خش في التجليد، مش ده بيعلي سقف التوقعات والعميل بيرجع يقنن ويدير شغل ما خدش الخدمه صح؟ بص يا ابتهال، الاكسسوارز في 3 دي وفي الري في التور الحقيقيه قريبين جدا من بعض، هتلاقي الحاجات اختلفت قوي، حاجات صغيره قوي مش موجوده. انا بقول لك حتى يوم ما خدنا الفيديوز التمثال اللي كان موجود تحت اتعمل بعد كده، ده بالعكس، ده احنا زودنا اكسسوارز في الحقيقه عن الواقع. اهم حاجه ان كل حاجه تتعمل في 3 دي ينفع تتنفذ في الواقع، ولو ما اتنفذتش تبقى برضا العميل عشان حاجات ليها علاقه بالبادجت، ما تبقاش بسبب حاجه ثانيه. سقف التوقعات لا، الحاجات دي اعمل له تولى عليك وسيبه بقى، سيبه بقى على الكلاينت، يعني الكلاينت في الاخر لو جه قال والله انا ما معيش فلوس سيبها له، قولي له الحاجات دي ممكن تتجاب ليتر اون، انما اتليست في المرحله بتاعت دلوقتي ممكن انه على قد ما اقدر ان انا يعني ابقى بحقق ان لو في حاجه موجوده في الديزاين هو يقدر يلاقيها في الواقع. انا دايما بقول كده، انا مثلا الابليكس دي استخدمتها من عند سام برودكت ديزاين، هي هو بقى جابها من سام تمام، راح عملها من بره هو حر، بس في الاخر انا اديته المكان الاوثنتيك اللي بيبيع المنتج ده. طبعا انا دوري ان انا ادخل في البادجت، بس ساعات الكلاينت بيحط بادجتس مش ريزونبل، يقول لك انا عايز اشطب بيت باكس اكس دي، ما تعملش حاجه، ففي الاخر انا دوري ان انا احاول امرج الاثنين مع بعض. وفي حاجات انا بحس ان ممكن ليتر اون يجيبها، يعني ممكن اقول الاكسسوارز ما تشتريهاش دلوقتي، اشتريها بعد سنه، بس المهم اشتريها زي ما احنا عاملينها. ازاي الاقي فرصه ان كل المكاتب اللي موجوده في الماركت اصحابنا كلهم بيعملوا انترشيبس، كلهم احنا نفسنا بنعمل انترشيبس، بس انت ابعتي بدري شويه يعني على شهر جون مثلا عشان تحجزي سلوت مع المكاتب. وطبعا الكورسات اللي زي ستوديو 34 والبلاتفورمز اللي زي ستوديو 34 دي بتبقى مفيدة جدا، أهم حاجة بس يبقى الناس المحاضرين يكونوا ناس موجودين في الماركت وبيشتغلوا على أرض الواقع. دايما بيبقى في رغبة إنك تخش المجال، خاصة مش كله في الأول يبقى شاطر في الفيجواليزيشن، بس بيبقى في بيزك قوية كمادة علمية. بص يا أيمن، أي فريش جراد إحنا بنتعامل معاه ولا ببص هو شاطر في الانتيريور ديزاين ولا شاطر في الفيجواليزيشن، بيبقى دايما التقييم بتاع أي فريش جراديويت مبني على حاجات تانية. ملتزم، عنده قدره سريعه على التعلم، يعني انا هديله معلومه هيمسكها ويضطر فيها، ولا جاي عايز يشتغل من 9 ل 5 ولا من 9 ل 6 ويمشي. دايما بقول كده، بيجوا الفريش جرادويتس في الاول يقعدوا من 9 ل 9 بالليل، وبعد كده يبقى عايز يمشي الساعه 3 كمان. لا، الانسان الكويس اللي احنا بنحبه هو الانسان اللي بيبقى لويال للمكان، انا بتكلم هنا على الفريش جرادز، ويحسسك دايما هو عايز يتطور، ودايما ده بيبان بسرعه جدا
الشخص اللي بيبقى فعلا احنا نقدر نعتمد عليه ان هو يبقى موجود معانا او لا. ازاي بعرف الميزانيه بتاعت العميل متوافقه مع التصميم بتاعي؟ بص يا فوزي، بالخبره لما بتعمل كذا بروجكت بيبقى عندك حاجه اسمها بي او كيو للبروجكتس القديمه، فبتعرف البيت المساحه المعينه ده يقدر يبقى زي البيت ده ولا لا. يعني انا مثلا البيت زي ده انا عارف تكلفته من كذا لكذا، فبقول للكلاينت من الاول الليفل ده تكلفته من كذا لكذا. ده بيزد على ايه؟ على خبرات السابقه. تقى ازاي اشتغل على نفسي في التصميم الداخلي نفسه واستغلال مساحات وتوظيف الخامات المختلفه مع بعضها بشكل سليم زي اللي حضرتك شرحتها في مكتب قبل. الاكسبيرينس بيريودز اللي هي الاوقات اللي باخد فيها خبره في حياتي لما بشتغل في مكاتب هي دي اللي بتديني خبره. وانا نصيحتي دايما اشتغل، ده رايي انا الشخصي، اقعد في مكتب محترم اقعد فيه بجد من سنتين لثلاث سنين. لو مكتب بيديني الخبره دي اقعد فيه وقت كتير، ما بحبش التيرن اوفرز السريعه خاصه في الاول. ليه؟ عشان اخد كل حاجه من المكتب. تاني بقول اقعد وقت كتير بس يكون المكتب بيديني الخبره دي. خبره ايه بقى؟ خبره ان انا اخد التصميم بنفسي، انا اعمل تصميم، يبقى عشان انا دايما ابقى اداه للمهندس، لا ابقى دايما باخد الليد ان هو المهندس بيثق فيا. انا برجع اقول لكم تاني، هيثق فيك ازاي؟ هيثق فيك لما يبقى انت بتدي له احساس ان انت شخص يعتمد عليه. ازاي اتطور؟ اقعد اقرا كتير، اتفرج على بروجكتس كتير، اتابع المهندسين المحاضرات بتاعتهم زي المحاضرات اللي احنا بنعملها. يعني في زملاء كتير من الناس الاقوياء جدا في الاندستري هتتكلم ورايا وبكره وبعده، اقعد اسمعهم واشوف الناس دي بتقول. الناس دي عندها خبرات كبيره جدا لازم استغلها واستفيد بيها. زي ما قلت اقعد اذاكر، اقعد اتفرج على البروجكتس، دايما عيني تبقى ناقده، ما تبقاش عيني الله ده حلو قوي، لازم اشوف كل حاجه. زي ما بقول حلوه اشوف لو فيها نقط، يعني نقط ضعف وهكذا. هاخد بقى اخر سؤال عشان ما اطولش على يعني في طبعا ناس هتبقى ورايا عشان ما اطولش عليهم. ميادة بتقول في اسئله فوق يا باشمهندس ممكن ترد عليها. والله ميادة للاسف مش قادر اطلع لها، بس اكيد لما اخلص المحاضره هاخد بس كده ريست وهرد على كل حاجه انتوا قلتوها. التغطيه اللي فيها فتحات في الروف مش غلط على التي في والسوفا لو في مطر؟ حلو قوي السؤال ده. طبعا غلط، عشان كده احنا دايما بنقول، انا بتكلم على السؤال بتاع التي في، عشان التي في محطوط في الاوت دور في الجنينه ومحطوط في الروف. دايما بنقول ان التي في تحديدا كل البلاجز بتاعته اللي ورا بعملها اي بي 66 بحيث ان هي تكون ووتر ريزيستنت. الحاجه الثانيه ان في تي في كفر، اول ما بحس ان الدنيا بتمطر بحط الكفر والموضوع منتهي. معلش هاخد كمان في سؤال وبعد كده خلاص انهي. هو احنا بنعمل التصميم الاول وبعدين نبدا في التاسيس بتاع السباكه والكهرباء ولا بنبتدي ازاي؟ طيب داليا هرد على السؤال ده بقى وانهي المحاضره. شرحتها قبل كده بس هشرحها تاني. البروسيس بتاعت التصميم عباره عن بقعد مع الكلاينت اخد منه بريف مبدئي اطلع بيه ال2 دي، اخد منه بريف تاني، انا بتكلم سريعا جدا، اخد منه بريف تاني اطلع منه الكالر مود بورد والستايل دايركشن بتاعي، مودرن ولا كلاسيك ولا كونتمبري ولا بوهو ولا تراديشنال ولا في ستايلز كتيره جدا. بعد كده اطلع 3 ديز بيزد على البريفنج الثاني اللي انا خدته من الكلاينت. طلعت 3 ديز اعمل كونستراكشن دوكيومنتس احدد فيها فين اماكن الكهرباء والصرف والسباكه والتكييفات و و و وازاي علاقه الحاجات دي ببعض. بعد كده ادخل السايت. ده البروسيس الطبيعيه بتاعت اي بروجكت. فاحنا بنبتدي الاول بنخلص الديزاين، بعدين بخلص الكونستراكشن دوكيومنتس اللي هي الديتيلز الوركينج دروينجز، وبعد كده بنزل السايت. بس في النهاية حابب أشكركم جدا كل الناس اللي حضرت المحاضرة دي، بشكركم على يعني حسن استماعكم وبشكركم على وجودكم، وحابب أشكر كل التيم بتاع سيودي 34 على رأسهم أحمد مصطفى إن هم بيدونا دايما الفرصة دي. وهشوف والله لو في إمكانية إن أنا أعمل محاضرة تانية أتكلم فيها مثلا على كونستراكشن، هشوف بس برضو السكيدجول بتاعي والسكيدجول بتاع سيودي 34. وأي حد سمع التوك دي وحابب يسأل سؤال انا ما ردتش عليه، اسأل وحط كومنت بسؤال وثق ان انا هرد على، انا هقعد ماسك الموبايل ماسك الكومنتس من اول كومنت لاخر كومنت وهرد عليها، حتى لو الكومنت دي اتبعت بعد فتره كبيره هدخل كمان فتره وارد على اي كومنتس. دايما
هتلاقونا احنا بنيجي هنا بننفست وقتنا عشان نفيدكم. فيا رب نكون وصلنا لكم الرساله، ويا رب يكون اصلا البروجكت عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله في اقرب فرصه. شكرا شكرا يا جماعه.